ناتي للعاده بقى اف، طبعا بيجي معاها كونديشن. اف كونديشن اللي هو ايه؟ الشرط اللي انا كاتبه ده، اف كونديشن ده اللي هو ايه؟ الشرط. بعد كده كنا بنعمل قوسين اللي هو ايه؟ فيما معناه في البرنامج زن، نعرفها كده. بعد ما لو الشرط اتحقق اعمل لك ايه؟ نفذ بقى اللي هيتنفذ. وبعد ما تنفذه طبعا اكتب لي اند. يعني مثلا هنا ايه؟ لو الشرط صح از ديسبلاي كذا، ديسبلاي ايه؟ ترو، تمام. وبعدين اند، احنا قلنا اف وفور الاثنين اند في الاخر، لكن الفانكشن اند فانكشن، تمام. يبقى اف هنقول له اف ايه بقى؟ اف اي كونديشن بقى. هتقول له مثلا اف الاكس بيساوي واحد، انت ما عندكش اكس اصلا، هتقول له مثلا ايه؟ اف الايه، نديله اي شرط كده، اف الواحد يساوي يساوي واحد. يعني ايه؟ لو الواحد بيساوي الواحد اطبع لي ترو، واقول له ايه؟ انتر ترو. هنا بقى بيقول لك ايرور ليه؟ لان انا كتبتهم على سطر واحد. طيب المفروض كنت اعمل ايه؟ هقول له اف، اقول له مثلا الواحد يساوي الواحد، واقول له سيمي كولون واضغط انتر، وبعدين اقول له ديسبلاي واضغط، اقول له مثلا ايه؟ ترو، وبعدين اقول له سيمي كولون، وبعدين انا ضغطت انتر اهو، هو طلع لي ترو على طول. يعني المفروض كنت كتبت اند كمان، بس هو ايه؟ مش سنسيتيف، يعني ايه؟ شغال، هو فاهم يعني، فهو طبعه على طول، تمام. ناخد مثال بقى ايه لذيذ كده عشان ننجز الدنيا دي. انا مثلا عندي متغير اسمه اكس بيساوي جود، او مثلا اكس بتساوي 75 مثلا، تمام. واضغط له سيمي كولون واضغط انتر، هقول له اف الاكس، او بلاش الكوسين دول، اف الاكس يساوي 75 ديسبلاي فيري جود، اللي هو ايه؟ جيد جدا. واقول له ايه؟ المفروض اقول له سيمي كولون، بس احنا قلنا ايه؟ هيطلع ايرور زي اللي فوق دي كده، فاحنا ليه؟ كنترول زد ناخدها ايه؟ كوبي، او نمسحها ونقول سيمي كولون، وننزل نكمل في السطر اللي بعده. لو هي بتساويها ديسبلاي يطبع لي ايه؟ فيري جود، واقول له سيمي كولون. طيب لو هي ما بتساويهاش، هو طبعا على طول انا ضغطت انتر، تمام. لو انا عايز بقى اعمل له حاجه ثانيه هيبقى فيه الاف الس. طيب احنا شغالين هنا ونقعد نعمل سيمي كولون عشان نقول ان دول تبع بعض؟ طب ما في حاجه افضل من كده، في حاجه اسمها الساي نود، اللي هو ايه؟ تكتب الجمله على بعضها. اقول له كنسل مثلا، هنا بقول لك اجيب لك البيانات القديمه، اقول له كنسل. انا عايز اعمل مثلا الاف، اقول له شوف اول مره اضغط مسطره اف ومسطره، كتب لي التكوين بتاع السنتكس بتاعه على طول. اف مثلا ايه؟ يبقى هندي له متغير فوق الاول، اكس بيساوي مثلا ايه؟ 55، او خليها 65. اف الاكس بيساوي 65 زين ديسبلاي، شوف الالوان بتتغير لانه عارف ديسبلاي ايه؟ جود، تمام. كده انا قلت له ايه؟ اف الاكس احنا حطيناه يساوي واحده، قلنا مثلا ايه؟ 2 يساوي اف الاف، اف الاكس بيساوي 65 زين ديسبلاي جود. كتبت سيمي كولون، ما كتبتش بقى مش فارقه. طيب انا عايز ما انهيش على كده، انا عايز اقول له إلس، إلس اف الاكس اقل من ال 65، اضغط انتر ديسبلاي. هتقول له مثلا ايه؟ مقبول، مقبول، تمام. سيمي كولون. عايز اقول له شرط كمان إلس، لو هي بقى ايه؟ مش اقل من 65 ولا يساوي 65، اكبر من 65، فانا هقول له إلس وخلاص. هقول له إلس ديسبلاي فيري جود. انا عارف ان في امتياز بقى فوق، بس احنا مش هنشغل دماغنا يعني، تمام. فانا هعمل له ايه هنا كده؟ سيمي كولون. كده انا خلصت البرنامج اهو. اف زين، إلس اف زين، زين تي اتش اي ان، بعدين إلس مش محتاجه زين. طيب في هنا بقى انا الصراحه استغربت، في معيده قالت زن ملهاش لازمه،
وفي معيده قالت عادي، اللي هو ايه اللي انت لو كتبت الاثنين عادي مش فارقه يعني، فانت كتبتها او ما كتبتهاش هي بتتنفس، فانا لو شلت زين اصلا هي هي انا شغاله عادي. تعالوا نجرب نعمل اكسكيوت، هيقول لك لازم تسيف الملف، اعمل له سيف باي اسم، تضغط له سيف اهو، هي ال 65 ال 65 اكس بتساوي 65 اه، فانا طبعا لي ايه جود وما طبعش اللي تحت، طبعها لي فين؟ هنا على البرنامج على الكونسول هنا اهو، فيري جود دي كانت بتاع اللي قبلها. تمام كده؟ تمام. بس يا معلم ودي كانت اللي هي النود بتاع السايلاب. عايز بقى تكتب هنا فور والفانكشن والكلام ده كله، اكتب كل اللي انت عايزه هنا، بل لما تكتب هنا بيبقى متعارف عليها شويه. يعني انا مثلا لو جيت اعمل فانكشن اول ما ضغطت مسطره قام جاي عامل لي اند فانكشن ويقول لك ايه، هتكتب هنا بقى اسمها مثلا ايه اكس بيساوي تشينج مثلا اهو، دي كده اسم الميثود. الميثود بتاخد متغيرات مثلا اي وار، وبعد ما تاخد اي ار هتضربهم في بعض، فانا مش محتاج اعمل سيمي كولون هنا عشان اكمل في السطر اللي بعده، لا انت بتكتب على طول. تمام كده بيس قوي كده، خلصنا الفور والاف واللوب، الفور والاف والفانكشن واول سيكشن. نشوف بقى الدوال الرسمي المره الجايه باذن الله. تمام، سلام عليكم.